إن هذا اليوم أبونا شاهدنا عدد كبير من أيضا من الأمريكان والجالية العربية كانت هنا متواجدة لمشاهدة العادات والتقاليد والفلكلور العراقي، القصائد العراقية. شلون تقدر توصف لنا التعايش بين الشعب العراقي والشعب الأمريكي من خلال العادات والتقاليد، من خلال نقل الحضارة العراقية إلى الشعب الأمريكي؟ بالفعل هناك شرخ مرات يصير في داخل الشخص اللي يجي للبلد المهجر، انه حامل معاه كل التقاليد والقيم مثلا نقول الشرقية، ويجي على بلد غربي. مثل ما نعرف انه لازم يحدث نوع من التلاقح بين الثقافتين، فالكنيسة تحاول من خلال هالمهرجانات ومن خلال الشباب انه ما نلغي، ولكن نفس الوقت انه نفهم الشباب بانه هناك دعوة إلى تقبل الحضارة الغربية، ولكن عدم نسيان العادات الشرقية اللي هي تأسسنا واللي أبد ما ننساها، لأنه إحنا شرقيين جئنا من أرض العراق الأبي، وراح يبقى العراق في داخلنا يصدح من خلالنا ومن خلال الأجيال القادمة. ولكن بالمقابل لا نقف موقف المضاد للحضارة الغربية، وإنما نحاول أن نتقبلها وأنه نأخذ ما هو غني منها والقشور نتركها. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا، وشكرا جزيلا لتلفزيون الفيحاء اللي دائما هو السباق في رفض الجاليات العراقيه واهلنا الموجودين في العراق بما يحدث في ارجاء المعموره فيما يخص جالياتنا. شكرا جزيلا. Yeah.